انا شفتهم اصحابي اللي سبقونا وهي قاعدين مسكن في الشارع، والا في الحبوسات، والا اللي ميتة ميتة، واللي اي حاجه اش ما جات او تبدلت. قبل كنت خدمه عايشين الحمد لله يا ربي، معايشين صغارنا، مخلصوا كرواتنا، معناتها عايشين منها بالكدا توا. لا ما عادش اللي تخطب الكارتي معناها منعوتها بالصباح صحيح. بالنسبه لك اليوم ولا المجتمع يظل عنده الحق في الكارتي. دخل معايا كل يوم آخر بعد ما رجل أموره نحالي بروسي، ضربني، خنقني لحمي توا أزرق، خشمي كنت تشوفيه مكسر، بالليل نعبر نطلب وفما أنا خدمت في تونس، فما زملائي اللي تلقاهم ساكنة مذبوحة. قديش من وحده ذبحوها قتلوها ترى كان الدم خارج من بيتها ما تفرش بيها في المجتمع. وين مش تمشي تنبذنا من المجتمع كامل.